السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة أيها السيدات والسادة. نلعب فيها مع الرايفل رقم 2 في اللعبة، فيعني احنا لسه هنروح له، لسه بنسيت الديستنيشنز ولسه بنجهز. مش عايز العبه بالليل انا بصراحة، لان انا بالليل بتزاول من كتر النور والحاجات دي كلها، وانتوا كمان منورين. فتأكد بقى، يلا تأكد، يلا اعمل الحاجات بقى اللي انت متعود عليها دي، اللايك والاشتراك في القناة والشير للفيديو والجوين لو عايز تعمل جوين، اي حاجة بقى، كل حاجة موجودة عندك تحت. عايز تتابعنا على السوشيال ميديا تروح تتابعنا على السوشيال ميديا، اي حاجة من الحاجات دي عايز تعملها يلا بينا، وخلينا ندوس مع بعضينا لحد ما اروح لهذا الشخص اللي اتمنى ان السباق بتاعه يكون على طرق سريعة، علشان ادي فرصة للبوجاتي ان هي تعمل زي ماجنم كده في سابق ولاحق، وطير يا ماجنم والحاجات دي كلها. يعني احنا خلاص قربنا اهو. انا لازم عندي هيت بالجنب كده، ماشي. طبعا البوليس مصدق يشوفني وانا بسرعه، وشكله ايه كان عايز يلا. المهم خلاص احنا دخلنا على السباق. لايكاتك، شيراتك، حركاتك، كومنتاتك، الكلام ده كله هيعمله دلوقتي علشان مفيش وقت. احنا طالما دخل سباق لازم اخبط العرب، لازم. يعني انا لو ما عملتهاش ابقى غلطان، يبقى في حاجه غلط. ما اخدش العربيه قبل ما اخش السباق. انا داخل فيلا كمان، ما شاء الله، ده قصر ده ولا ايه؟ يلا يا باشا، الانترو نازل، اشوفك بعد الانترو. تمام، شوف الكريدتس بتاعته كده شكلها عامل ازاي. مش صايعة قوي يعني، برضو ستيل احسن كريدتس جات لي بتاعت اللامبرجيني، بتاعت الرايفل الرابع على ما اظن. يعني دي مش بطالة برضو، بس شبه شوية ترانسفورمرز اوه ماشي. ما احنا طبعا يعني احنا داخلين السباق طيارين يعني. المهم ان انا لا تعرف العربية اللي انا بلعبها دي كانت بتشترك على طول في السباقات، كنت حاسبها السرعة. طبعا واضح ان هي من اسرع السيارات في اللعبة، وانا عمال اكراش وعمال اضيع على نفسي السباق. السباق مش طويل قوي زي ما انا ما كنت متوقع يعني. يلا بقى، الطريق مفتوح، البوجاتي تقدر تعمل فيه حاجة. تيكن داون، وانا كمان
تيكن داون، يعني احنا الاتنين خدنا على قفانا. طب انا بجري وراه ليه؟ ما انا كنت ماشي في طريق صح. اوه لازم ناخده مظبوط. قلت بقى عشان كده قلت لكم ما بحبش العب السباقات بالليل. بس فينش نمبر 1 برضو البوجاتي ما زالت لا يعلى عليها لحد دلوقتي، فحتى البجاني ما عرفتش تعمل معاها حاجه. يلا التيك داون، البوجاتي كانت صعبه جدا في التيك داون، ما اظنش ان البجاتي هتكون بنفس الصعوبه. الزينة بيبقوا سرعة جدا جدا في ال السنة. وراكي وراكي شفت بقى، عشان مش انا اللي خبطت، هربت مني. يلا انزل. يا بنت اللذينة انت كنت داخلة جوه. الوقت المناسب والميعاد يخرب بيت الملائمات. دن عاش، تخلصنا من الباجاني. انت ايه بقى الاخبار؟ السباقات عامله ايه؟ نخش على البجاني. ماشي، لسه محتاجة تطوير، بس احنا هنروح على اللي في الداون تاون عشان نعرف نخلص سباقات الرجل الأول في هذه اللعبة وندخل على تقييم اللعبة. انا عارف ان في ناس متحمسة عايزة تعرف تقييم اللعبة هيكون ايه. احنا هنستارت ريس على طول لان العربية مش محتاجين ان احنا نجربها. عايزين 100,000 او ما يقرب من 100,000. احنا كده كده مش هنلعب بالباجاني، بس احنا كده كده محتاجين ان احنا نخش بعربيات تانية. السباقات اللي الواحد حافظها بس في نفس التوقيت بيغلط فيها نفس الغلطات. بس حلو، هنا كان في ملائمة جيدة بالنسبة لنا. Code 3, we have highway units giving assistance.
على الهاي واي. يلا بينا طيري بقى يا بجاني. وبنلعب في الشخص الاخير بيتهيألي، يعني لو السباقات خلصت على خير في الحلقة دي بدون اي مقاطعات او بدون اي مشاكل، يعني في الغالب مش هنلعب الرايفل الاخير في هذه الحلقة، فهتكون في حلقة كمان، فممكن تعتبر ان الحلقة دي هي الحلقة قبل الاخيرة المفروض. يعني عاش نايس. لا 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 نايس كار، مش وحشة خالص، يمكن فيها مزايا كمان عن عن البوجاتي، ان هي مش متهورة، يعني سريعة جدا بس في نفس التوقيت سرعتها دي بتوجهها بشكل صحيح. وش على السباق ده على طول، ده سبرنت فاضل لسه 75,000، طبعا اكتر 77,000 المفروض، يعني فاتس اوكي. البوجاتي كسبت السباق ده بسهولة. مكلارن وكود اماجن ان انا ممكن الاقي حاجات احسن من المكلارن واحسن من الجالارادو واحسن من اللامبورجيني التانية اللي هي الاجاندادور ديت، ولا مش فاكر كان اسمها ايه. قلتلكوا ان كلمة السر في السباق ده هي البوجاتي، وفعلا اللي كانت رقم واحد طول السباق كانت بوجاتي، فهي فعلا البوجاتي ملهاش حل، ممتازة. انا بالفعل خلصته وخلصت كمان، عملت رقم قياسي وهكذا اشي. بقى هذه التي أمامي هي البوغاتي ستارت ريس ستوبينج باور. أتمنى 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 ما يكونش لي علاقة بالشرطة. السباق فيه شرطة بس هو ملوش علاقة بالشرطة. عشان افادي الخط الرخم ده اللي قدام برضه بوجاتي. طبعا طبعا لازم نكراش. ايه
هلاوي، بس ايه حادثة تاريخية يعني. بوجاتي ولا هو بيقولوا بوجاتي برضو عليها؟ مش المفروض دي عربية ودي عربية يا جماعة؟ ايه البوجاتي جابت دي؟ عايز اوصل بس لل بيج باس. فينيش. نايس. كسرنا رقم قياسي؟ لا ما كسرناش رقم قياسي، يعني رقم البوجاتي لسه زي ما هو. مش عارف والله، بس انا حاسس ان البوجاتي ستيل احسن من جرافيتي وستارت ريس 12,000. السباق الملعون، السباق الملعون. شفت بقى، شفت بقى، مش بقولك كراش كراش. ايه بقى خلصنا الكام التاني؟ التالت، مع انه والله كان في المتناول، كان سهل. هاتوا، مش عشان بقى شورت جيرز ولا عشان الحاجات دي، بس انا لازم اجيب افريج 225 او 209. Thank you.
تركيز تركيز. عاش، كسرنا رقم. ايه ده؟ مش على شورت جيرز حلوة. في سباق ايه تاني؟ في سيارة سريعة. لا انا عايز ريس. ماشي، فاضل سباق واحد في العربية دي، وده برضو اللي فيه الباور شوت نيتروس، يبقى هيكون صعب. طالما فيه الباور شوت نيتروس والله. حرام حرام بجد، لان احنا السباق ده كان بتاعي والله. هات لي السباق ده تاني. هي بقى بص خلاص، وانا هلاعب الفاينل مان دوت بالبجاني دي. بوجاتي بنت اللذينة بتقرب مني دايما. هنا السباق ده بتاع البوجاتي، هاندز اب، السباق ده بتاع البوجاتي. مش هجادل في الموضوع.
ماشي. طب تقول لي انت سلمت نفسك ليه للبوليس؟ هقول لك علشان اجيب عربية تانية. نقلب الموضوع علشان خاطر نلعب الفاينل باس. تشينج الكار فورد موستانج جامب تو كار. هات لي الفورد. خدنا 1000 علشان اتقبض علينا 12 مرة. يا سلام، دي مايل ستون. ازاي ممكن تكون حاجة زي كده مايل ستون يا جدعان؟ اللعبة دي والله فيها حاجة مش طبيعية. عموما رايحين بس عشان ايه، ناخد كده سباقين بالعربية دي. الألوان الأصفر كامارو كده. أزرق في أبيض. نايس. سبع عربية والله. نشوف عربيات تانية حلوة كده يا جدعان، زي المرسيدس اللي كنا بنلعب بيها العربيات السباقات اللي فاتت دي أصلا. ايه دي؟ ايه دي؟ السباق ده علشان البرنيتروس والاوف رود تايرز، طبعا البوينتس مش البوينتس الاهم في كل حاجة دلوقتي. بالنسبة لنا احنا بنلعب فورد زينا، يعني عربيات شبهنا في الامكانيات يعني. هذا شيفروليه كامارو. عاش، خدنا 12000. سيبك بقى من البرنيتروس والاوف رود تايرز والحاجات دي، انا اهم حاجة عندي ال 12000. فاضل لي كمان 12000. ده الجميل في الموضوع. Waking up, one guy's
لا بس بقى ده بعيد اوي. انا عايز اخش على المابس. بس يا رب بعد ما امشي كل المسافة دي اعرف اكسب واحد. حلو الكراش تاكسي جه عمل لنا كراش يا عم. شكرا. عايز اروح اصلح العربية كده. فورد هي حالتها زي ما انتم شايفين. يا عم صلح العربية يا عم، بلاش متانة بقى. يلا بينا. اوه ده احنا خلاص بنختم اللعبة.
Che rush! نيتروس ما بيعملش حاجة لما بتأكسلريت بس وانت في السبيد بتاعتك تضرب نيتروس. ياد النيلة تيك داون تيك داون عشان دخلت في صف بوليس ليه يعني؟ بس مش مشكلة يعني هما شوية البوليس اللي احنا لعبناهم دول المفروض يعني ان هم يكونوا كافيين. هيقولي على الكوبري ده كده. السباق موجود. يو اوف السباق لتختيم هذه اللعبة.
موجود. وهنا بيجي بقى التفكير يا جماعة. المفروض ان احنا نلعبه مثلا بالبوجاتي. البوجاتي هي اسرع عربية موجودة عندنا. انا شايف ان المفروض نلعبه بالبوجاتي. مفيش عربية تقدر تصحح اخطائها اكتر من البوجاتي. وعلشان نتحدى موضوع الاوف رود، بما ان احنا كده كده الاوف يعني السرعة احنا اقوى حاجة فيها، فاحنا ممكن نطور واحدة من دول. يعني هو الاوف رود اصلا اللي محطوط هو الستاندرد. تشينج كار، احنا عندنا عربيات جديدة ولا ايه؟ عندنا البورش دي. الباجاني لا سوري، مفيش أقوى من العربية البوجاتي. العربية دي هي اللي علشانها اتعملت اللعبة على ما أظن، زي البي إم في يعني بتاعت موست وانتد الكلاسيكية. هل بعيدة؟ لا ده بعيد أوي. طيب ده هيكون بقى إن شاء الله الحلقات القادمة. فشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله مع الرايفل الأخير وتختيم هذه اللعبة اللعينة. يلا سلام عليكم.